أستاذ أحمد العطار بينضم لنا أيضا عبر سكايب. هل تجاوز الصحفيين القانون بأي شكل من الأشكال في التعبير عن حريتهم؟ بداية حضرتك تحية الأستاذ عبد المعطي. نعم تجاوزوا لأنه ما نقلوا الحقيقة، وهو ده شغل الصحافة. تجاوزوا لأنه هو غير سياسة السلطات المصرية من تكميم الأفواه، هم تجاوزوا فعلا أنهم نقلوا الواقع المؤلم المصري سواء حقوقيا أو إعلاميا أو شعبيا أو اقتصاديا. هم تجاوزوا لأنهم قالوا للسلطات المصرية ما تقومون به من انتهاكات فاضحة مخالف للدستور مخالف للقانون. أنا لا أرى الصحفيين قاموا بأي شيء مخالف للواقع ولمهنة الصحافة ولضمائرهم الصحفية، ولكن السلطات المصرية دائما وأبدا تقوم بسياسة تكميم الأفواه اللي هي أساسا تعمل من خلال آليات معينة، تشريعات معينة، قوانين معينة أصدرتها مؤخرا وخلال السنوات الخمسة الماضية من أجل شيء واحد فقط، هو تكميم الأفواه. وبالتالي عندما نتحدث أن انتهاكات الصحفيين هي مسلسل مستمر من أيام عبد الناصر للسادات لمبارك للنظام الحالي، فهي فعلا الغرض منها فقط التكميم وليس واضح توضيح الحقيقة والعمل على إصلاح المعيب من السلطات. يعني الحياة المصرية، العالم في مصر أو الشعب المصري يأن من وطأة كل شيء. من ينقل الأخبار الاقتصادية يسجن، من ينقل الأخبار الاقتصادية السياسية يسجن، من ينقل أخبار حتى الشباب اللي نقلوا صورة السور على كورنيش اسكندرية تم اعتقالهم البنتين وسجنوا. بعد ذلك الاعتقال طال الجميع، الصحفيين أو حتى صحفي الشارع اللي بيحاول يلتقط صورة وينقل بها الواقع بالتأكيد، يقوم بعمل بدون أن يعمل داخل هذه المهنة.